درنا حملة انتخابية مكثفة خلال هاد 13 اليوم، ومشينا في كل الأحياء. ربما ما كاينش شي حي اللي ما زرناهش، اللي ما درناش فيه على الأقل اجتماعين، اللي ما هضرناش مع الساكنة، مع جميع الشرائح الاجتماعية، ومع جميع يعني النساء الرجال، حتى مع التلاميذ، مع الدخول المدرسي، وتا هما تيعانيو. إذن الكل متفق على أن هاد الحكومة يعني جات بعدة وعود، وتا شي وحدة من الوعود ما وفات بها. هما كل هاد الناس اللي التقينا بهم خلال الحملة الانتخابية، خلال الاجتماعات اللي قمنا بها، خلال الجولات كذلك اللي قمنا بها، حتى في الشوارع، في الأزقة، لأننا ماشي اكتفينا بالمنازل فقط، يعني جميع الفضاءات اللي زرناها، عند التجار، عند العاطلين، عند كل المهن، تيقارنوا حكومة اللي ترأسها حزب الاستقلال والحكومة اللي تترأسها العدالة والتنمية، وكلهم يعني ما عمرنا ما التقينا شي واحد تلاقينا به وما قالناش. يعني هذه كانت أيام العز، اللي كان هناك تشغيل، اللي كان هناك توظيف، اللي كانت هناك بداوا إصلاحات حقيقية تتكون. ما قلناش بأنه يعني بدينا تنشوفوا الإصلاح، وكنا بغينا ذاك الإصلاح اللي بديتي أنه يستمر، ولكن مع الأسف تيقولوا لنا راه حنا صوتنا على هذه الحكومه، على الحزب العداله والتنميه، ولكن اليوم ما نصوتوش عليهم لانهم ما وفاش بالوعود ديالهم. نعطيكم امثله متعدده. التقينا كذلك بالارامل والمطلقات اللي تم الوعد بانهم غادي يدعموهم عبر واحد الصندوق، اللي تم اقتطاعنا بالضريبه اللي كانت غتمشي لهذا الصندوق لدعم، وتيقولوا لنا راه ما توصلنا حتى شي حاجه. المدارس تتغلق الابواب ديالها، هذه كانت كذلك نقطه محوريه اساسيه، هي اغلاق المدارس، وكل يعني العبء اللي تنتج منها مصاريف التنقل اللي باش يمشيو المدرسة اللي هي بعيدة، الاقتضاض داخل الأقسام، أو مصاريف لا تحصد بالنسبة للمدارس الحرة. إذن هادو كلهم يعني محاور اللي تقلقوا بزاف عامة المواطنين. فلذلك أنا تنطلب من المواطنات والمواطنين، أظن أنكم جربتيونا وشفتيو علاش قادرين، شفتيو كذلك على أن كاين داخل حزب الاستقلال كفاءات، مهارات، وأظن أن الحل بالنسبة للسنوات المقبلة هو التصويت على الميزان، لأن الميزان مدرسة ديالو هي التعادل الاقتصادية والاجتماعية لواحد توزيع عادل للثروات. فالحل باش نخرجوا من هذه المعضلة الاجتماعية اللي دخلتنا لها هذه الحكومة هو أنكم تصوتوا بكثافة إن شاء الله وبإذن الله على الميزان، ونتمنى أننا نكونوا عند حسن ظن جميع المواطنات والمواطنين اللي غيضعوا فينا الثقة.